القادر إلى التوبة أنت أنت قبل أن تنظر إلى ذلك الذي ترك الصلاة أو فعل الزنا أو شرب الخمر. أنا وأنت أحوج، فإننا ربما نطيع الله معجبين بطاعاتنا، وربما ذاك عصى الله وهو نادم على فعله. فإن العجب يهلك العبد، وهذه مصيبة لا بد أن نتنبه إليها. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب يخوفك؟ أي ذنب أقلقك؟ أي ذنب ما زلت تفكر به؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما المطلوب؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله جل وعلا جعل الباب مفتوح على مصراعيه، فقال أسرفوا على أنفسهم، ما قال عصوا بس، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحن كم يأتي في قلوبنا احتقار لعاصي أو عاصية، لشاب يغازل فتاة أو شابة تنظر إلى شاب، كم يأتي في قلوبنا من احتقارهم؟ لكن الله أدبنا فقال عنهم: قل يا عبادي. هم عباد الله، هو أولى بهم، هو أرحم بهم، هو أقرب إليهم، هو ربنا رفيق بهم. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنزل في قلوبنا أنوار الهدى والتقى يا رب العالمين.